مشاهدينا الافاضل في عدد جديد من برنامج مهن رمضان. اليوم هذا العدد خاص ومميز، راح نتكلموا على مهن بسيطه ومتفرقه يمتهنها المواطن الجزائري خلال هذا الشهر الكريم لكسب الرزق الحلال. ما نطولش معكم، شوفوا. في الوقت الذي تصنع هذه المهن الرمضانية التي تلبي الحاجيات الاستهلاكية لكثير من الأسر الجزائرية نوعا من المتعة والأجواء الاحتفالية خلال هذا الشهر الكريم، نجد غالبية هذه المهن تتميز بطابعها البسيط والمؤقت وتكلفتها القليلة، لكن رغم ذلك يمتهنها العديد من الجزائريين لكسب الرزق الحلال، أين توفر لهم هذه الأخيرة مصروف زيادة لمواكبة المصاريف المالية لقضاء شهر الصيام في أحسن الظروف. من خلال برنامج مهن رمضان استطعنا التقرب من محمد وحسن اللذان امتهنا مهنة بيع الديون ولوازم الطاجين الحلو للتعرف أكثر عن هذه المهنة. السلام عليكم محمد، صحة رمضانك؟ صحة رمضانك، لاباس بخير؟ لاباس، صحتك لاباس؟ الحمد لله. بو كما تعرف البرنامج تاعنا اسمه مهن رمضان، حبينا اليوم نتعرفوا على مهنة من بين المهن اللي يمتهنوها الجزائريين في هذا الشهر المبارك، نشوفوا باللي انت راك تبيع لحميصات، تبيع ديون، ديون قطايف. أكثر على هذه المهنة، تفضل. نجي نفضلك خويا، خويا يجي شهر رمضان يجي معاه البركة والرزق، لازم تخدم. هكذا خويا. نخدموا حاجه خفيفه اللي نقدروا عليها تاع الزوار اللي نقدروا نجيبوها ونعاودوا لها البيع. امتهنت مهنة صغيره وبسيطه، قيسي قيس روحي تاع الزوار، مع ديول، مع قطايف، مع حميصه، مع ليكيش، مع زبيب، مع فلون، مايز، عفاها اللي تمشي في رمضان، اللي يحبوا يشروها الغاشي، اللي تما يوميا يستعملها. مواطن جزائري كل يوم ياكل بولاك، كل يوم ياكل فلون، كل يوم يسحر طبعا من زبيب. تما خير من هاد المهنة، وحاجة رخيصة تشريها رخيصة وتبيعها رخيصة، ما فيهاش ما فيهاش تما التعب بزاف، وما فيهاش ماشي التعب، فيهاش الدراهم بزاف. احنا نشوفوا بلي راك تبيع يعني مختلف انواع كيما هذا وين سبق وذكرت، تبيع الحميصة وتبيع الزبيب، تبيع الفلون، تبيع الديول. نشوفوا ثاني هنايا القطايف. القطايف، هاد القطايف ممكن من تجيبهم؟ كاين مكان مخصص، كاين نساء ممكن تتعامل معاهم ولا؟ تفضل. لا جيت فضلك، كاين واحد يجيبهم لي، وكاين واحد يجيبهم لي مع صباح، وهاد الانسان يجيبهم لي يخدم مع واحد النساء، راك فاهم، يخدم معاهم ديول ويخدم معاهم القطايف، يبيعوا له ويعاود البيع، يجي هو ليفري ويجي ليفري لنا حنا المارشي. كيفاش حتى بديت ممكن في الاعوام السابقه خدمت هذه الخدمه، ولا هذه اول مره تخدم في رمضان؟ انا اول مره نبيع في رمضان، انا ماشي هذه خدمتي، تسمى في رمضان كيما انا بيتزاريو في رمضان، قاعد قاعد ما كاش خدمه، بيتزاريات مغلوقين، نجوز وقتي بهذا. تجوز وقتك هنايا باش تبيع الديول وتبيع الديول منها ترقيبه، قسم تصرف، قسم ترفع الدار، قسم العاود جاي العيد ان شاء الله. محمد، ممكن كاين بعض الناس يعيبوا هذه الخدمه اللي كما راك انت تبيع فيها الديول، تبيع الحميصه، يقول لك بلي انا تجيني طايحه باش نخدم هذه الخدمه، انت واش تقدر ترد على هذ الناس اللي يشوفوا بلي هذه الخدمه خدمه عيانه؟ خدمه رجال سيدهم يا اخي، كاش منك كاش هذه زعما طايحه، جاي يبيع ديول جاي عيب، ما واش حبيتني نقول لك يا اخو، ربي يهديهم. هذه لا متربي حاجه لبنانيه، هما ما تهضرش عليها، هكذا الرزق هذا تاكل فيه الخبز، تاكل فيه الخبز وصلات عندي. فيها راحتك انت هذه المهنه؟ نلقى فيها راحتي، نخدم مع الغاشي، ملي كنت صغير نخدم مع الغاشي، كنت فوندور، كنت كلش، نخدم مع الغاشي ونعرف نتعامل مع الغاشي، عندي مشتريه الله يبارك. محمد، يجيك واحد في هذا الشهر المبارك وكما تعرف الجزائريين يتميزوا بالنرفزه، النرفين، الو انت كيفاش يجيك واحد؟ واحد نرفي يجيب باش تعامل معاه؟ تعامل معاه نورمال، شنو نسيني فيتيه ونسعفه ونبيع له، ولا ما عندوش نعطي له كيما يحبوا، ولا فات لي ليميت ربي. نعم، كنقول له ممكن الموضوع اللي تكلمنا عليه قبل قليل، قلت له يعني رغم انه تكون الدخل قليل بصح يعاونك ممكن في انك تمشي امورك الماليه. بيان سور، لكن في رمضان ما تصرفش بزاف، كي تكون تبيع
صراش بزاف ماشي كيما كيما تكون ما تبيعش لو كان اللي يخدم مره موال يخدم الخدمه على الربعه يجي للمارشي وغالبا ما طاطاطا يخدم هذه 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 تلقى روحو صرف كاع صرف اكثر من الجنيه ديالو. انا ما عنديش وين نروح، انا نبيع من هنا نبيع من هنا ندير دارنا ما يشروش، انا ند لهم من الفايده ديالي انا ند لهم. وحنا مارشي بياتنا نتفاهموا ارفد ورفد كاع رفده برفده منها ما تصرفش بزاف، تصرف غير في الليل واش قاوي تاعك دخان ما بايش لا تاعك ومصرف قليل هذاك وقت تخبي فيه راس المال ويكبر ديالك. الخدمه هذه طايحه وكدايا وعيب ولا ما خدمش هذه ربي يهديهم ونزيد نقول لهم معليش صحة رمضانكم وانتم ثاني صحة رمضانكم وصحة فطوركم وما نتلاقاوش صحة عيدكم. السلام عليكم محمد. سلام. لا احسن حسين. صحة رمضانك. الله يسلمك. كل عام وانت بخير ان شاء الله. كيفاش راك مع رمضان؟ غلبك شويه ولا غلبك؟ شويه الحمد لله. بون انت يا خيرت مهنه من بين المهن اللي يختارها ممكن كثير من الجزائريين في هذا الشهر الفضيل باش يكسب الرزق الحلال. انت واش خيرت لنا اليوم تبيع؟ كاين زبيب، العينه، المشمش، الاناناس. الاناناس. الثوم. بون دوكا نتكلموا على واش عندك واش راك تبيع. اولا احكي لنا بداياتك مع هذه المهنه، كيفاش جاتك الفكره باش تبيع هذه اللوازم من الحمل اللي يمشوا فيها شهر رمضان؟ كيفاش حتى جاتك الفكره باش خيرتها؟ يعني بغض النظر على انه هذه الاشياء تمشي في شهر رمضان. اه لا من قبل نبيعها، انا كل عام نبيعها زبيب. والشيء المميز اللي رانا نشوفوا فيه في الطابله اللي راك تبيع فيها نشوفوا بلي راك داير ورق البلاستيك هذا هنايا على الغبره. على الغبره داير باش السلعه ما تغبرش. باش السلعه ما تغبرش هذا واش حتى ممكن انها باش يعني خيرت هذه المهنه باش تساعدك في الـ عندك خدمه واحده اخرى ولا تخدم فقط هذه؟ لا انا نبيع هكذا نبيع هكذا ومساعدتك يعني المصروف مع الوالدين مع لازم الزوجه والاولاد لازم نخدم نبيع هكذا لازم نخدم هكذا يعني حاجه قليله هي بصح فيها مصروف فيها مصروف فيها. كل عام كل ما عام نخدم هكذا انا يعني كي يلحق موسم نخدم هكذا يعني مهنه موسميه صحيح. يعني في رمضان دائما في رمضان نبيع هكذا غير رمضان واش تخدم؟ نخدم الثوم نخدم كله. ولا السلعة من ممكن تروح تجيبها؟ من القرب نقدر نعم. طريقة التعامل مع الزبائن كيفاش يتعامل حسين بالك مع الزبائن الكرام كي يجيو يشريو من عندكم؟ نتعامل كيما كشت هكذا حاجة الله يبان 35 55 مدام 55000 ولو يعرفوك ممكن هنا في سوق الحمادية ببوز الريعة هنايا معروف عند يجوا لي ديريكت هنايا خاصة لما يكون يعني التاجر يبيع حاجة مليحة يدير ثقة تكون ثقة تكون علاقة وثيقة ثقة يجوا لينا ديريكت لهنايا أعطيني 5000 نعطي 50000 مدام والديك مقبل ولا الاب نتاعك ما كانش مقبل يخدم هذه الخدمه؟ نخدموها مقبل نخدموها قبل تخدمها قبل نخدموها يعني مهنه متوارثه مهنه متوارثه صح. واش عندك هنا كامل نشوفوا باللي عندك الزبيب هذا الزبيب ايضا فيه انواع كاين انواع تعرفنا اكثر على هذا كاين الخشن كاين الميان وكاين الرقيق هذا الخشن هذا الخشن ممكن يستعملوه للطعم ولا واش يستعملوه للحم؟ لا يستعملوه للحم حلو هذا الطعم وشوف هذا رقيق هذا مويه 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 وهذا يستعملوه للطعم نشوفوا ثاني باللي كاين هنايا الاناناس كاين الاناناس وكاين خلاتهم واش كاين هنا ثاني؟ العينه تاع الميزان هذه تاع الميزان واش كاين هنا؟ كاين الاناناس وكاين الكيوي خلاص لي الكيوي خلاص لك ونشوفوا ثاني هنا عنده راك دايرهم داير هنا باش واحد يدي كيما يحب هو هنا نشوفوا باللي العينه دايرها في اكياس صغيره كما راكم تشوفوا مشاهدينا الكرام حتى الزبيب في كيس صغير بس يسهل على المواطن. المستهلك انه يقتنيها بسهوله كاين تاع فاميل كاين تاع ديميل يعني كاين هذه ب 10000 صغيره 10000 وهذه 20000 20000
بو الحسن بهذا نكون احنا وصلنا لختام عدد اليوم من برنامج مهن رمضان. كلمة توجهها المشاهدين الكرام اللي راهم يشوفوا فينا الآن. احنا هذه خدمة نخدموها في الموسم رزق حلال، كل عام نخدموها هكذا. لقيت فيها راحتك انت هذه الخدمة هنايا؟ ايه لازم نخدموها. واش تقول لهم مشاهدينا اللي راهم يشوفوا فينا؟ أنا هنايا جوزوا لينا هنا، أنا هنا نبيعوا. وصحة فطوركم. بهذا مشاهدينا الافاضل نكون وصلنا الى نهايه عدد اليوم اللي خصصناه الى المهن المتفرقه اللي هي بيع لوازم الحمل الحلو وكذا بيع الديور. نبقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم ونتلاقاو في العدد الجاي ان شاء الله.